مأكولات وحلويات أصبحت أو لا زالت مرتبطة بشكل وثيق بشهر رمضان الكريم، ولكل بلد عربي مجموعة من الأطباق التقليدية التي لا تخلو منها أي سفرة رمضانية. فرحلتنا اليوم تقودنا إلى لبنان مع الطبق الفتوش اللبناني. هي واحدة من الأطباق الرئيسية التي يتم تقديمها على السفرة اللبنانية في شهر رمضان، والتي تمتاز بقيمتها الغذائية الكبيرة لاحتوائها على أصناف كثيرة من الخضروات الطازجة، بالإضافة إلى الخبز المحمص وتتبيلتها المميزة من دبس الرمان مع الخل والزيت والملح. انطلقت هذه الأكلة من المطبخ اللبناني وارتبطت باسمه لتشتهر بها، بعد ذلك سائر المطابخ العربية على الإطلاق، لاسيما في سوريا والأردن وفلسطين، ناهيك عن الشهر الفضيل الذي أكسب الفتوش شهرة واسعة لا تضاهيها شهرة أي نوع من السلطات، لأنه الطبق اليومي على موائد الإفطار.